أعلن شركة كانون عن تحديث اثنين من كاميراتها الرقمية وهما 6D Mark II وريبل SL2، ولكن التحديث يفتقر إلى واحدة من أكثر المزايا المطلوبة حالياً في الكاميرات وهي القدرة على تصوير فيديو بدقة 4K. وتقدم 6D Mark II الجديدة حساسة CMOS بدقة 26.2 ميجا بكسل، وهي تستخدم بعض من أكثر المواصفات الداخلية تقدماً من كانون، بما في ذلك معالج تصوير ديجيك 7 ومجال ايزو يتراوح بين 32000 الى 40000. وتستخدم 6D Mark II ايضا نظام تركيز التلقائي الثنائي البكسل فائق السرعة الخاص بكانون، يمكنها نسبيا التقاط 6.5 اطار في الثانية الواحدة، ويصل هذا العدد الى 21 اطار بالنسبة للصور الخامرة و150 اطار للصور الـ GBEG. وجعلت شركة اليابانية شاشة الكاميرا تأتي من نوع LCD وبقياس 3 بوصات لمسية، وقد أصبح بالإمكان إدارتها إلى الجانب. وتقول كانون أن الكاميرا مقاومة للظروف الجوية، وهي تدعم الاتصال بشبكات الواي فاي وتقنية البلوتوث وتقنية اتصال المدى القريب NFC ونظام تحديد المواقع GPS. هذا وتهتم الكاميرا إلى فئة الكاميرات العاكسة المفردة العدسة. أما بالنسبة لكاميرا ريبل SL2 فهي تقدم حساس CMOS بدقة 24.2 ميجا بكسل، وتشترك مع 6D Mark II بنفس المواصفات فيما يتعلق بالمعالج وتقنية التركيز التلقائي والشاشة اللمسية القابلة للإدارة ودعم شبكات الواي فاي والبلوتوث والNFC. كلتا الكاميرتان لا تدعم التصوير بدقة 4K، في حين يمكنها التصوير بدقة 1080 بكسل وبمعدل 60 إطار في الثانية الواحدة. ويرجع ذلك لاعتقاد كانون أن كثير من المستخدمين ربما معظمهم لا يحتاجون التصوير بدقة 4K نظرا لعدم انتشار الشاشات التي تدعمها هذه الدقة، مع أن خدمات مثل يوتيوب وغيرها أصبحت تدعمها. سوف تتوفر كاميرا 6D Mark II بسعر 1999 دولار خلال شهر تموز المقبل، بينما كاميرا ريبل SL2 فهي أقل سعرا ستتوفر بسعر 549 دولار. كما أطلقت كانون عدسة جديدة، قالت أنها قد تم تصميم هذه العدسة الأولى من نوعها من مجموعة عدسات EF-S لالتقاط صور مذهلة عن قرب وصور تضخيم مواضع تصوير صغيرة المايكرو، ويتتميز بتقنية كانون المايكرو لايت الفريدة. وأضافت الشركة أن العدسة الجديدة تشكل جزء من مجموعة عدسات EF-S الواسعة، وتتوافق مع جميع الكاميرات كانون بعدسة أحادية عاكسة رقمية DSLR وبمعالج IPS، فتسهل التقاط التفاصيل الدقيقة والاقتراب من الموضوع التصوير. وتتميز هذه العدسة بخاصية نظام تثبيت الصور البصرية مع تقنية Hybrid IS، فتمنح المصورين حرية التصوير بالكاميرا محمولة باليد، مما يتيح تصوير زوايا جديدة وقريبة لكشف تفاصيل دقيقة لا تراها العين البشرية. وتعوض تقنية Hybrid IS المتطورة عن الحركة الخطية أو الزاوية من خلال تقنية مدمجة في العدسة، وهي مفيدة للغاية عند تصوير المايكرو الذي تصبح فيه الكاميرا عرضة للاهتزاز الشديد، مما يتسبب غالبا بالغشاوة غير المرغوب فيها. وتساعد تقنية مايكرو لايت المدمجة عملية تصوير المايكرو مع الحفاظ على الإضاءة الرائعة، فيصبح من الممكن تحميل الصور إلى تطبيق انستغرام دون الحاجة إلى تعديلها.